اهلا بيكم مره ثانيه مع الامهنيه. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم معاكم النهارده على اكل السمك، ونحاول نظبط الامور ونختلف شويه عن كل اسبوع، لان طبيعي جدولنا كالعاده حضراتكم عارفين كل يوم اثنين بنعمل اكل سمك فيها اربع خمس اطباق او ثلاث اطباق حسب اللي متوفر، ولكن بنطلع منهم وجبه واحده في البيت لو حبينا، وما حبيناش خالص يعني طبعا اكيد نعملهم كلهم ما عندناش مانع. طيب انا قلت من شويه او قبل الفاصل قلنا لحضراتكم هنعمل اول حاجه مثلا هنعمل صوص طماطم بعظم الكابوريا وعظم او قشر الجمبري المغسول كويس قوي. ركز معايا في دي، ده رقم واحد اهو زي ما حضراتكم شايفين. واخد اللحم الجمبري مقطعه عندي امشيه في الشوربه، امشيه عندي في الصينيه في طاجن، امشيه عندي في حشو، ان انا عايزه كله، بس القشر مش هرميه، هغسله غسله نظيفه بميه ساقعه واسيبه عندي. هنعمل بيه صوص كويس قوي، صوص طماطم مع عظم الكابوريا. وعظم الكابوريا انا خالي الكابوريا زي ما حضراتكم شايفين، بصوا كده شايفين اهو، دي كابوريا المخليه وهي بتاخد غلبه شويه بالمعلقه الصغيره، وبنحاول نفصص فيها، بس في النهايه بتطلع اللي انا عايزه او اللي انا محتاجه وهو ده الاهم. ده رقم واحد. رقم اتنين عندي دينيس، هبدا هطلعه وانضفه كويس جدا برده، وهديله تبلته العاديه جدا، ولكن هحشيه بالكابوريا المخليه اللي كنت بتكلم عليها مع حضراتكم من شويه، وكمان الجمبري وكرفس وبصل تتبيله جديده، وهو ده المطلوب. ده كده رقم اتنين. رقم ثلاثه عندي شوربه سي فود لازم تكون يعني حاسس بيها، اللي هو عارف الشوربه الواحد بيشربها تحس ان انت بتعرق كده وبتاع، هي دي، حاسس ان هي مش من سخونتها، من طعمها، حاسس ان فعلا ليها قيمه غذائيه. دايما يقول لك بالبلدي كده اكل السمك تعرف وانت بتاكلها، او انت بتاكلها تعرف اكل السمك، وبعد ما تاكلها تحس انت عايز بقى ايه، خلاص بقى هو رز السمك كده واكل السمك، تحس انت خلاص بجد مبسوط من الاكل، هو ده المطلوب. مش بفكره ان انا ابلى بطني او اكل جمبري كبير او استاكوزه كبيره، ممكن الحاجات دي كلها تكون مفرزنه وما لهاش طعم او ما لهاش فايده غذائيه، وهو ده مش صح. طيب الطبق الاخير هعمل مع حضراتكم سلطه كراب ستيك او سلطه الكابوريا المخليه اللي من غير عظم، اللي هي كولد كاتس اللي بتتجاب من السوبر ماركت. في منها نوعين، في منها اللي هي الصوابع، وفي منها اللي هو السلايز اللي عامل زي اللانشون. هنشوف بيتعمل ازاي مع الخيار ومع الزيتون ومع تركيبه كبيره جدا من الخضار. طيب قولنا ايه بقى يا سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العظم ده بياخد وقت شويه عشان انا عايزه يتلسع، وعايز كمان ألسعه من غير اي حاجه عشان العظم يتحرق شويه. الحرق العظم هو ده اللي هيديني تيست كويس قوي. جاب عندي حله، بسم الله الرحمن الرحيم، هديها عندي قشر الجمبري اهو كده يا عم شفيق، سامع انت التشاشه دي؟ هو ده البدايه بتاعت الموضوع، وهسيبها شويه لحد ما تاخد وتدي نفسها تتلسع. بعد كده احط لها عندي معلقه دقيق، احط لها الجزر، احط لها البوكي جرنيه كامل، فص ثوم، البصل، الكرفس، عشان اعمل منها ريحه، واحط لها ميه سخنه فتغلي معايا لو هعملها مرقه. طب لو مش هعملها مرقه هاخدها زي كده احط عليها عصير طماطم واصفي بعد كده عصير الطماطم، وهو ده غالبا اللي هيحصل. سيبها شويه تتعايش وتشوف حياتها كده وتاخد وقتها. طيب تعالى نجيب بوله وننقي السمك اللي احنا هنعمله مع حضراتكم، اللي هو الدنيس. الدنيس هو من اجود انواع السمك اللي احنا كلنا بنعشقه وبنحبه جدا، وبنقول عليه دايما ان هو اكيل الجمبري. وضح لي اكتر معلش، بلاش مصطلحات انا ما اعرفهاش. يقول لك السمكيه الدنيس دي الوحيده اللي بتاكل الجمبري، والله انا ما شفتهاش، يعني انا ما بعومش تحت الميه يعني عشان اشوف السمك بياكل ايه بالظبط، ولكن دي الاقاويل اللي بتتقال، وما اعرفش الكلام ده ممكن يكون صح او غلط، ولكن هي فايدتها الصحيه كويسه جدا لدرجه ان هم قالوا ان هي بتتغذى على ايه، على الجمبري. ما اعرفش الكلام ده صح ولا غلط، واكيد صح او اكيد غلط، لكن انا مش عايز احط نفسي في مصدر معلومه تكون موثوق فيها او مش موثوق فيها. السمكايه تعرف عليها كالعاده، تعالى كده هندسه استاذ شفيق ركز معانا الله يبارك لك. طيب ادي السمك الدنيس كلنا عارفينه كويس جدا، شبيه للشعور، مقارب للبلطي حجما ولكن مش شكل او مواصفات. السمكايه لازم تكون لونها فضه او فضي بالشكل ده، ده رقم واحد. كل اسبوع بنتكلم على تعريف السمك، حط صبعنا وعارفين لو السمكايه دوسنا صبعنا على السمك وغطس وما طلعش السمكايه بايته وش، يعني بقى عارفين مش هتموتني مش هتتعبني، ولكن ابقى عارف ان السمكايه بايته، انا باكل سمك بايت، يبقى انا عارف انا بشتري ايه. عين السمكه زي ما حضراتكم شايفين، بص كده هندسه، عكسها يعني عكس السمكيه يا شفيق بعد اذنك، يعني تخيل كده ان انت بتقعد تبص لها شمال ويمين بالظبط كده. السمكيه انا هقلش عليك براحتي عشان تبقى فاهم، يعني ما فاكر ان انا كوميدي، لا عادي. السمكيه عينيها زي ما حضراتكم شايفين بالشكل دوت،
ده دليل عن الرايق، عينيها رايقه مش مغبوطه في صخره وهي طالعه صياد خبطها، لازم تكون باينه ان السمكه كده. ده من ناحيه شكل السمكه. ليه بقى عينيها تكون رايقه؟ ان السمكه دي فريش ولا مش فريش، لو شربت تلج كتير او اتفرزنت اكتر او هي مزارع مش تبقى بالشكل ده، مش واضحين. فناخد بالنا شويه من القصه دي. بنيجي عند الديل، بص كده هندسه، لما تعمل كده تلاقي السمكايه بجد تحس ان هي مرسومه، سبحان الله، يعني مش بايد حد يعني، اهي دي سمكايه. اهم شيء وانت ماسك السمكايه تيجي مثلا تبص على الخياشيم بتاعتها، بص كده يا هندسه تعالى، بص يا باشا، شايف اللون عامل ازاي؟ احمر اهو. وارد تلاقيه في البوري في تراب في طين بيتغسل، ده طبيعي جدا، مش قصه. ولكن السمكايه تلاقيها عامله ازاي؟ باينه ان هي فريش، وهو ده المطلوب. من كل حته بتفتحها بتلاقيها بالشكل ده. طيب تيجي عندك السمكه، لو انت بقى عايز تفتحها براحتك خالص من الجنب من الظهر، انا هزود فتحتها عشان خاطر شايفها ان هي صغيره شويه. هجيب عندي سكينه كده كده مثلا، وهبدا هفتح شويه كمان السمكايه كده، اوسع اكتر عشان انا عايز احشي. بص كده شايف انا بعمل ايه، وانت كمان في البيت ممكن تعمل كده. عشان لو لقيت السماك وقعت لك السمكه كده، لا زود فتحتها بايديك انت في البيت. سمكايه خفيفه ما فيهاش صعوبه، بعمل كده اهو، بنضف كويس او عشان عايز احشيها. حلو الكلام اهو كده، مسنه السكينه تمام، حلو قوي. هتعمل ايه بقى فيها الكلام ده؟ هجيب عندي السمكايه كالعاده، بعمل كده بس هغوط ايدي المره دي. ليه؟ عشان هنحشي السمكايه كابوريا وجمبري. ناخد بالنا شويه اهو كده اهو. مين يا باشا؟ انا اسف، يا حسام واهل الغربيه. الو يا حسام. ايوه يا اسماعيل، صباح الفل يا استاذ حسام. صباح الفل، اخبارك ايه واخبار اهل الغربيه ايه؟ تمام الحمد لله. انا اللي كنت كلمت حضرتك يوم الجمعه. تمام، اهلا بيك، تحت امرك. اهلا بحضرتك. انا حضرتك كنت قايل لي سيب رقمك ورقم زميلك اللي هنطلع مع بعض المسابقه. تمام، انا سبت رقم ونسيت اسيب رقم زميل. طب سيب رقم زميلك يا معلم دلوقتي، ايه المشكله؟ طب حاجه ثانيه. عايز من حضرتك، عندي عرق تريبيانكو عايز اعمله. ماشي، عايز تعمله ايه بقى؟ العرق تريبيانكو نفسك فيه ايه؟ عايز احشيه. ماشي، هقول لك تحشيه ازاي، بس تاخد بالك من السكينه، لازم السكينه تكون حاميه عشان تفتحه شكل الكتاب. يعني هو لازم عمل اكتر. معلش انا برضو طرق لحضرتك، بس بلاش المشروم والحاجات دي عشان مش موجوده عندنا. فكك من المشروم والحاجات الالافرانكا دي، هنحشيه ممكن لحمه مفرومه مع بصل مع جزر مع بسله، يعني قشطه مع توم، يعني هي التركيبه دي. انا مش اعتراضي على الحشو، انا اعتراضي على فتحه العرق التريبيانكو، هو في غلبه شويه. فانت ممكن عندك حاجتين، تحشي عرق التريبيانكو، تجيب مستحد وتحشي من النص للعرق التريبيانكو من بره، بس ده هياخد منك حاجات معينه. لكن اللي انا عايزه تفتح العرق التريبيانكو يبقى شكل الكتاب قدامك وتلفه تاني بالدباره. هتعرف تعمل دي؟ هعرف. طب حلو، ولو غلبت خش على اي يوتيوب دور على اي حاجه انا عملتها قبل كده هتلاقيها قدامك. لا ما تقلقش، انا معايا طرق لحضرتك كتير، بس انا عايز اعرف منك دلوقتي. حالا يا باشا هقول لك دلوقتي. ماشي الكلام، حاجه تانية؟ لا ربنا يخليك، اوامرك ومستنيك للمسابقه، وسيب رقم زميلك. بس بالله عليك المسابقه يا ريت نكون الجمعه الجايه دي، لا اللي وراها. ما اقدرش اوعدك بميعاد لان في اصدقاء كتير جدا للبرنامج حاجزين بقالهم شهور، فما ترضاش ان انا انفض لحد عشان اجيبك ولا ايه؟ انا عارف ان الدنيا كتير يعني زنقه معاك. ده شرف لينا طبعا، الناس تشرفنا وتنورنا. فانا بس ما اقدرش اوعدك بالميعاد، ده المقصود مني، بس اوعدك ان شاء الله ان في اقرب وقت تكون موجود معانا. امتى وازاي؟ على الله. ماشي؟ طيب ماشي ماشي، شكرا. ماشي يا حس، شكرا جدا ليك. طيب انا قبل ما اروح اغسل السمك، انا والله يا جماعه بكل صراحه بتكلم، يعني ما اقدرش ان انا، طبعا حسام صديق البرنامج بيكلمني الجمعه النهارده، طبعا اكيد اخ عزيز ولازم يشرفنا وينورنا، بس انا ما اقدرش ان انا اقول لك عينيا وبتاع والكلام، عيب عليا، لان في ناس كتير جدا طالبه، وانا ما اقدرش بس ان انا يعني انت طالب وبالك شهرين ولا شهر ولا كام اسبوع، واقدر اقول لك معلش والله اصل احنا عندنا ظروف وحسام ما اقدرش، هي دي بس الفكره، فبعتذرك. اما يوم الجمعه الجايه ليا الشرف، ليا الشرف انا وقناه النهار بالحلقه اللي هتيجي ان شاء الله، تشرفنا اتنين من اخواتنا ذو الاحتياجات اللي هيجوا يطبخوا وينورونا ويعلموا ناس كتير قوي الطبخ، وده اللي انا ان شاء الله عاشم في ربنا وفيهم ان شاء الله. طيب غسله سريعه كده بميه ساقعه بعد ما نضفنا السمك كده اهو. ثانية واحدة يا شفيق، معلش أنا أجيلك ثانية كده أهو. ساعات في سمكاية بغسلها بالخل، مش كل السمك اللي ممكن أغسله بالخل، قول لي ليه؟
عشان خاطر السمك طبعا كالعاده في سمك بيبقى عظمه ناشف شويه وفي سمك تحس ان هو في طبيعته زفر شويه، ده اللي ممكن تخاف منه وانت بفكره ان انت تغسله بالميه فقط لغير تحس لا ان هو مش عارف ايه، ده كله وارد. ولكن الالطف والانضف حسب نوع السمكه اللي بيشتغل بيها، يعني بلطي اديله سنه خل مانوش. طيب خلينا نرجع تاني اللي بيحصل هنا. الله الله الله، بص الكلام يا هندسه، في ريحه بحر بجد والله ما بجامل اكيد فيه خالص، ريحه البحر طالعه من العظم الكابوريا. بصوا حضراتكم اهو ريحه البحر بجد، يعني انت بتتكلم في حاجه طبيعيه ما هيش يعني مصنوعه، لا تفرق كتير جدا كده. بص يا شفيق كده تعالى يا باشا، بص الكلام، شايف اللسعه اللي في الحله دي شايفها؟ تعالى يا بيه، مش حاسك ان انت معايا. طب بص اللسعه دي يا شفيق، معلش هودني هودني، اللسعه دي هو ده اللي هيعمل لي الصوص يا باشا، هو ده اللي بيطلع البهاريز للصوص. طيب هتعمل ايه بقى دلوقتي قبل ما تخش في السمكات التانية وتتبل وتاخد وقتك وتعيش حياتك؟ هبدأ هشتغل على طول في المرقة دي عشان هشتغل بيها او هشتغل في الصوص على طول، هديله المقادير اللي انا عايزها، هخليه سبايسي عشان نبقى عارفين، عشان انا بحب صوص الطماطم يكون سبايسي، اللي لو كان يبقى عادي يعني يبقى صوص زي اي صوص في الدنيا، وده مش محبوب ببعض انواع الصوصات بالذات. طيب هتعمل يا سيدي، تعالى كده واحده واحده نجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما اتفقنا البصل المفروم كده اهو، انا هعمل صوص وبعد كده هصفي براحتي يعني براحتي خالص. حبه ثوم، جميل الكلام، حبه كرفس على كرات مفرومين كده اهو بتوع الشوربه، ماشي الكلام، قلب الكلام الحلو ده كده من غير زيت، احنا ما حطناش اي حاجه ليها علاقه بالزيوت دلوقتي ولا الدهون، سيبهم يتلسعوا شويه تاني، يعني انا غاوي اعمل حاجه صح شويه. طيب هترجع للسمك هتعمل فيه يا سيدي، هبدا احشي. تعال نجيب بقى بوله فاضيه عشان نطلع فيها الكابوريا اللي انا عايز اشتغل بيها كحشو اهي، تعالى كده يا شفيق اهي قدام حضرتك اتفضل. وكمان عندي الجمبري على السريع نفرمه، فرمه ما تاخدش مني لحظات، يعني على قد بس فرم ان انا عايز افرم عليه مش اكتر من كده اهو. اجيب عندي مثلا ادي حبه الجمبري دول، ماشي الكلام، وادي سكينه كده هو على طول، انت شايف من البوله ولا بعدها لك؟ تمام، بفرم الجمبري، عايز اعمل حاجه ليها طعم معلش يعني يكون ليها طعم كويس كده، والمفروض ان انا هاخدها سوتيه، هاخد سوتيه الخضار اللي انا هحشي بيه والجمبري والكابوريا والكلام ده كله عندي على طول في حله سخنه، او بص انا هحط كله هنا مع بعض يا شفيق ركز معايا، او هجيب عندي عشان انجز نفسي برضو واستطعم الامور عندي الاير فراير بتاع الديلونج دي اللي هي دي ناس كتير بتتكلم عنها، انا برضو لازم اتكلم عنها كمان، هي كده تشتغل معايا حله، ممكن اعمل فيها بيتزا، ممكن اعمل فيها عجاين، فيها وش من فوق سلامندر، ممكن يدي لي لون البيتزا فيخلي لون الجبنه الموتزاريلا سايحه كده وليها طعم كويس، ارضيتها ماده عازله فمش هتلزق مني، بتاخد مني للقلي الفروزن، يعني مثلا عندي كيس بطاطس هقليه ما بحطلوش ندعه زيت مادام فروزن يبقى واخد نص تسويق قبل كده، لو بطاطس فريش بديها 5 مللي اللي هي بمقدار معلقه كبيره، لو احمر قيس على كده اي شيء عندك، لو انت هتطبخ فيها دلوقتي اعملها كحله وما تقلبش لان فيها 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 السكينه بتاعتها بتقلب، احط كده بص يا شفيق كده اهو ادي ال 5 مللي زيت، حلو الكلام. هتبدا تشتغل فيها ايه يا سيدي؟ هجيب عندي بصلايه عادي جدا هشغلها كحله اهي، تعالى كده يا عم شفيق، وهديها مثلا حبه كرفس صغيرين كده اهو، وفص ثوم عشان خاطر ابدا اشوح فيها او اخليها هي تشوح مع نفسها الجمبري والحشو اللي هعمل بيه الدنيس. تمام انا عملت كده، هنا هبدا ابهر حاجتي كالعاده، حبه ملح كويسين وكمان حبه ثوم بودر على بصل بودر، اروق شويه الامور، سنه سبايسي مش كتير عشان اللي ملوش فيها ما يبقاش كله معمول سبايسي، فلفل ابيض حلو الكلام، وممكن كمان سنه كزبره حلو الكلام، وحبه بهارات سمك تمام كده يا عم شفيق، وممكن كمان لو عايز حبه شبت وده المطلوب طبعا، وحبه كزبره على بقدونس وده الافضل يكونوا كده هو فريش كده ورقهم، وقلب الكلام الحلو ده كده مع بعضه، ده الحشو بتاع الدنيس، ده مش هياخد دقيقتين يا شفيق ومش عايز يكون ويلدن او مش عايز يكون كامل التسويه، هعمل كده على طول في الحله بتاعتي القلايه بتاعت ديلونج اللي هي اسمها الاير فراير اللي بتقلب وبتسوي وتتعايش، غطي تاني وسيبها تتعايش. هنا لو بصيت في الاكريك ده يا شفيق هتلاقيها تقلب وتعيش حياتها وبعد كده نطلعها. طيب هرجع تاني، خلاص انا عملت الجمبري اللي انا عايزه وتميت تمام وتبلت حاجتي، هبدا اتبل كمان حبه الدنيس دول بابسط مما يكون، زي ايه مثلا؟ زي مثلا البسيط والعادي، حبه ملح كده مثلا اهو،
ماشي الكلام. وان افضل نحشي كمان او ندبل مطرح الحشو، يعني انا مثلا هحشي جوه السمكه يبقى الافضل ان انا بحشي السمكه. في حركه كنت علمتها من واحد اسكندراني عملها قدامي هوريها لحضراتكم، يا رب تعجبكم ان شاء الله. يعني هجيب معلقه، خدوا بالكم الاسكندرانيه برده مزاجهم عالي جدا في السمك، فالواحد برده بيتعلم منهم. جاب معلقه ملح قدامي، وجاب معلقه كزبره ناشفه، وجاب معلقه ثوم، حلو الكلام، ومعلقة شطة فلفل حار يعني مفروم. وعمل ايه الراجل ده؟ قلبهم في بعضيهم كده، بص كده هندسة، ما حطش كمون، ما حطش شطة، ما حطش ملح اسمه ده فلفل اسمر عفوا، وجاب السمكة وعمل كده يا شفيق، بص اهو من جوه كده، ده قبل الحشو، ماشي الكلام، اهو واضح قدامك اهو كده كده اهو اهو. دي طريقه لطيفه جدا وما فيهاش اي صعوبه. انا هطلع السمك ده حضراتكم هنا هنقطعه دي عشان برضو نصفي الميه ونتبل كمان لحد ما نجيب الحشو ونبدا نعمل اللي احنا عايزين نعمله كده اهو. نعمل كده مبدئيا لحد ما يخلص التتبيله بتاعتي اللي انا هشتغل فيها كحشو للدنيس. وبعد كده عندي صينيه فاضيه عليها حبه بصل على حبه كرفس عشان خاطر هم دول اللي هيكونوا كارضيه عليا للسمكيه بتاعتي تخش الفرن مستريحه كده، ما تبقاش قاعده على الصينيه كده من غير اي حاجه، فيبقى الموضوع معايا حاسس ان هو هيبقى لازق و و والكلام ده كله. هنا البصلايه مع فص الثوم اللي حطيناهم مع سنه الكرفس اللي حطيناه ادوا دست عالي. نجيب بقى ماده دهنيه عشان نعمل صوص زي الناس بقى كده اهو، حبه زيت، وتعالى بقى بالبركه كده بص يا شفيق اهو، هات لي حبه كزبره كده من دول كده اهو، حلو الكلام. وتعالى سنه جزرايه بالشكل ده كده اهو، حاضر حاضر حاضر، ماشي الكلام. ايه تاني ممكن؟ حبه كرات ده كده اهو، وتجيب عندك على طول عصير الطماطم اللي هو بيتعمل ازاي يا شيف؟ بيتعمل 4-5 طماطميات مع الخلاط بتاعي كوبايتين ميه كبار، بجيب معلقتين صلصه طماطم عارفينها البوري اللي هي بتاع الكنور دي، معلقتين ومكعب مرقه، واحط حبه ملح وحبه فلفل حبه كمون، بتضربه في الخلاط بيطلعوا عندي بالشكل ده اهو يا هندسه. يعني الطماطم الفريش مش تبقى غامقه كده على فكره، ها تبقى فاتحه شويه مش سامعك يا الاء. ازيك يا سيف؟ الو. الو يا سيف. يا الاء ازيك؟ صباح الفل. صباح النور. اخبارك ايه؟ الحمد لله دايما يا رب، دايما يا رب. انا بحب حضرتك يا حبيبتي، ربنا يخليك، وانا كمان بعزك، ربنا يدين المعروف يا رب. انا كنت حابه اسال حضرتك عن طريقه عمل الشاورما. الشاورما الفراخ ولا اللحمه يا الاء؟ لا الفراخ. عينيا الاثنين. حاضر، حاجه تانية؟ لا شكرا. اوامرك جدا. حاضر، هقول لك على طريقه الشاورما ايه وطريقه سهله. خدت بالك؟ تعالى تعالى، انا عارفك انت ديك بتصور حاجه تانية. خدت جزء التسويه سريع، ما خدتش 5 دقايق. اللي هعمل بيه ايه؟ هعمل كده واشتغل بيها كحل على فكره كده اهو، وهعمل كده، حلو الكلام. وهجيب عند الصينيه بتاعتي، ماشي يا عم شفيق، ركز معانا الله يبارك لك. وهات عندك كده بوريا في النص كده اهو عشان مفيش حاجه تقع اهو، بص كده يا شفيق معانا، وسيبها كده. تعالى الناحيه الثانيه كده اهو، اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا مخلصين صوص الطماطم، دخلنا السمك الفرن، يبقى كده طبقين. الطبق الثالث عندي شوربه السيفود، وعندي كمان سلطه الكراب ستيك او الكابوريا المخليه، ولكن خلينا نكمل بقيه الشوربه عشان نعملها بقيه عصير الطماطم والمكرونه الاول. طيب انا تعالى كده شوفي بعد اذنك، ادي صوص الطماطم ان انا عملته. بص بقى عامل ازاي يا باشا، بص المنظر بقى، هو لوحده باين قوي ان ما فيهوش جهاز، ما فيهوش كاسه خالص. عندي حاجه من حاجتين، لو حبيت دلوقتي ان انا اجيب السي فود بتاعي وابدا اشوحه وانزله معايا على طول في الحله بتاعت صلصه الطماطم في ايدينا، حبيت اعمل حركه اصيع بس طول بالي شويه او ان انا اصبر شويه في البيت واحط الكلام ده كله مع بعض ويتكتك ويعمل لي كمان صوص اتقل وافضل ويبقى لي ريحه حلوه براحتي، عايز اشوحهم لوحدهم برده براحتي. انا شايف ان افضل الافضل ان اعمل كده. ده بقى معلش بقى ترتشط، معلش ده الافضل كمهنيا، انك تسيب الحاجه تاخد وتدي مع نفسها وتتعايش في ريحتها مع نفسها كده، وتزود لها سنه ميه صغيره، معلش صلصه بعد شويه انا اسف كده اهو ماشي، وتسيبها وتزود لها سنه ميه بسيطه تكمل تسويتها مع صوص الكابوريا المعبر
ومتشكرين. بهاراتنا زي ما اتفقنا ملح وفلفل ابيض او اسمر طبعا، وده الافضل هنا اسمر اكتر، وتسيبهم مع بعضيهم ويتعايشوا. بص كده يا شفيق اهري السمك، وخد بالك انا كله فريش، مفيش حاجه عندي صيني. يعني ايه صيني يا شيف؟ يعني انا لو عندي كاليماري صيني انا واثق ان هو مش هيستوي النهارده، ممكن بكره الظهر. لو سمك قشر بياض برضه صيني في ثانيه هيتهري. جمبري هلاقيه لونه اتغير ولكن ما استواش او مفيش طعم. البلدي يوكل في كل حاجه طبعا، فبياخد وقته ويتكتك ويعيش حياته ويبقى زي الفل. انا كده سيبهم غلوتين ثلاثه ان شاء الله يبقى زي الفل، حط عليهم مكرونه ومتشكرين. الطبق اللي بعده، الطبق اللي بعده عندي هعمل شوربه سي فود سهله جدا جدا جدا، واي حد بيسال عنها واي حد نفسه يعملها على ما اعتقد بابسط الامور بتعمل. ولكن الفكره كلها في حاجه بسيطه جدا هنتكلم عنها مع حضراتكم واحده واحده. طيب اي نوع من انواع الشرب وانواع الصوصات ليه اساسيات. انا بتكلم كلام شويه يعني يكون صريح ومفهوم وعلمي، مش يعني مش جايبه من دماغي. يعني ايه اساسيات؟ اساسيات انك انت بتشرب شوربه ليها اساسيات. يعني ايه؟ يعني بصل، كرفس، كرات، خضار عطري، روائح بتطلع من الخضار ده، مش خضار عشان خاطر ابقى اكل خضار سوتيه، لا، خضار يبقى ليه ريحه، ليه طعم. دي فكره. الصوص نفس التركيبه. هرجع للصوص الطماطم مثلا، لما انا بعمله مظبوط بلعب بفكره البصلايه المتشوحه، فص الثوم واقلبهم كويس، مش فارق عندي خالص فكره الكرفس والكرات. لكن صوص كريمه او شوربه كريمه لا، بتفرق معايا كتير جدا، لان الكريمه ما ينفعش تحط لها شطه فتعلم معاك التيست اكتر، ما ينفعش تروح تنزلها مش عارف ايه تعلى معاك اكتر، ده كله ما ينفعش في الكريمه. الكريمه تمشي اساسياتها بزبده كشوربه وبصل وكرفس وكرات، ده اساسيات. ويلعب عليها، حط بقى صوص ابيض، صوص ريكفورد، اي حاجه انت عايز تعيشها مع نفسك مفيش مشكله. طيب يبقى الاول عندي مكعبين زبده ينزلوا على حله سخنه، ولكن قبل ما ينزلوا اكون عامل ايه؟ بص كده يا شفيق اهو، معلقه الزيت وادي الزبده يا باشا. حلو الكلام. هجيب على طول معلقتي اشوح 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 اشوح، والبصلية بتاعتي تنزل اهو كده اهو، واجيب عندي على طول الكرفس كده اهو ينزل. قلبت وتمام التمام. بص كده يا عم شفيق اهو، ادي البصل مع الزبده ما خدوش معايا دقايق. طيب هتعمل ايه بقى يا سيدي دلوقتي؟ هنا عندي حاجه من حاجتين. لو انا عايز اشوح السي فود من دلوقتي مع البصل ومع الكرفس في الحله دي، ده ممكن. عايز اعمل الشوربه بتاعتي واحط في الاخر السي فود بتاعي لو مخلي زي كده هيغلي مع المرقه، ده بتاعتي. طب هتخليها مرقه كريمه ازاي؟ مرقه كريمه بمعلقه دقيق اهو كده، تتقلب كويس قوي معاهم بالشكل دوت اهو يا عم شفيق، ركز معانا. زبده مع الدقيق، كمان معلقه دقيق. حلو الكلام. عندي كريمه لباني، كوبايه كريمه لباني قدام حضراتكم، ولكن انا بعمل بس ربطه الصوص. قلبنا كويس جدا. حلو الكلام. هاخد عندي السي فود بتاعي تشويحه واحده بنفس اللي هو فيه كله على بعضه، سمك قشره بياض، جمبري، عندي اخطبوط او سبيت، كل حاجه قدامي بعمل كده كده اهو، بقلبهم كويس مع بعضيهم كده. عندي مرقه سمك، وده الافضل، بجيب بودر سمك من السوبر ماركت كمرقه، وببدا احطه في ميه سخنه، او لو عندي عظم وعملت منه مرقه ده اهم شيء يكون لطيف معايا. بعمل كده واجيب عندي المرقه بتاعتي، اسيب الكلام ده كله يغلي ويتكتك مع نفسه. انت حط الكريمه في الاواخر لما اخلص كده اهو، سيب الكلام الحلو ده كده بقى ياخد وقته ويتعايش، وهنشوف ايه اللي هيحصل. كده عندي باينه جدا ان الموضوع ما فيهوش اي حاجه، ادي المرقه بيضه ومعلقه دقيق مش باينه. هسلق يعتبر الكاليماري والجمبري كله مع بعضه. بص كده يا شفيق اهو، بص عشان فريش ايه اللي حصل، تعالى بص اللي حصل في الكاليماري كش. بص السمك القشر بياض، نفس الموضوع. بص الجمبري اهو، استنى بص الجمبري ده كله هسيبه يغلي ويتعايش مع نفسه، وما اقعدش اقلب كتير عشان حاجه ما تتهريش. وبعد كده احط لها كوبايه الكريمه اللباني ومتشكله، ملح وفلفل ابيض وسلام عليكم. طيب صوص طماطم اخباره ايه؟ بص يا شفيق كده، قال صوص الطماطم عايز اعليه اكتر بعد كل ده كله. اعليه اكتر، عليه ازاي؟ معلقه ريحان، اكيد الموضوع هيفرق كتير قوي. ادي معلقه الريحان ماشي الكلام، قلب تقليبه حلوه كده. شم بقى يا باشا، ده كده على ما اعتقد خلصان. بص اهو شايف الكلام يا شيف؟ شايف، بقول لك يا شيف، شايف الكلام يا شفيق؟ تمام، غطى عليها، ده على غرف المتشكرين وتم التمام. هنا ياخد وقته ويتعايش وتم التمام. عندي في الفرن طبق الدنيس ما ننساهوش، اللي محشي الكابوريا والجمبري. تعالى بقى نعمل حبه سلطه
حلوين نأسسهم حتى مبدئيا عشان برضو نبقى عاملين اللي علينا ونتكلم كمان اكتر. ويا سلام يا شباب، يا سلام يا سلام يا اصدقائي اللي في الكنترول لما تنزلوا لي فوائد الخضار ده كله، بس مش هقول لكم اكتر من كده. يا ام محمد، الو الو يا ام محمد، يا حاجة ام محمد. ايوه ازيك يا شيف، عامل ايه؟ اهلا بيك يا ام محمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ طمنيني عليك وعلى محمد. الله يخليك، بصراحه اكلاتك كلها جميله. ده من ذوقك يا اختي، ربنا يخليك ويعزك، ربنا يخليك. الله يخليك. اموريني امر. والله انا كنت عايز اطلب من حضرتك طلبين. طلبين اوامرك. اول طلب مكرونه بالبشاميل. حلو. وتاني طلب ان انا اوصل واقدر اكلم الاستاذ احمد السقا في موضوع ضروري جدا. مين يا فندم؟ انا اسف، استاذ احمد السقا. احمد السقا، احمد السقا النجم، مظبوط ولا انت قصدك مين؟ ايوه. طب طب وبعدين عايز تعملي فيلم ولا ايه؟ لا ابدا، بس انا محتاجاه في موضوع شخصي جدا. طب انا اقدر افيدك بايه؟ طب قوليلي. الو، قصدك اوصلك بيه؟ ايه قصدك اوصلك باحمد السقا؟ طيب طيب، ممكن عشان بس نبقى صرحه مع بعض، ما بقاش على الهوا كلام وبعد كده تلاقي كلام تاني. يعني احمد السقا انا بقيت اهو معاه، يعني هو بيسافر وبيروح ويجي وبتاع، فمش متملكه بقالي فتره للامانه. ده رقم واحد. رقم اتنين، ممكن تقولي مشكلتك في الكنترول مع زمايلي ونحاول نوصلها لك او نعملها لك، ممكن ما توصلش للسقا ونعملها لك احنا. خلاص انت معايا؟ محتاج اتكلم حضرتك بقى بعد الهوا. طيب سيب رقم تليفونك وخليني اقدر احاول اساعدك، ولو ما فيش اي نصيب في المساعده يمكن الله اعلم ما تعرفيش الموضوع. تمام؟ بشكرك، شكرا جدا ليكي. انا ليه قلت كده؟ عشان انا صريح، يعني انا معلش انا صريح جدا للامانه، ما هو اكيد خليكم انتوا مكاني. في حاجات في ايديك تعملها وفي حاجات ما اقدرش اعملها. يعني سقا طبعا اخويا كبير، ما فيش هزار، واخويا يعني ما مصر كلها عارفه ان هو اخويا الكبير من غير اي كلام، يعني ما اقدرش اقول لا اصل انا مش عارف ايه الكلام ده كله. ولكن الراجل زي ما انتم عارفين اكيد ارتباطاته ومواعيده وشغله وحياته مش متوفر دايما او مش بشوفه كتير والله العظيم، بتكلم بكل امانه. ولكن اكيد هو الراجل بيخدم، لو في حاجه يقدر يعملها او انا ما قدرتش اعملها انا ممكن اقدر يعني اشوف حضرتك عايزه ايه واللي فيه خير ربنا يقدمه. بشكرك جدا. طيب صوص الطماطم ده انا مش عايز اغلي اكتر من كده عشان ما يغمقش مني. شوربه الكريمه زي ما حضراتكم شايفين، بص شايفين كده الموضوع اللي بيحصل اهوت. تعالى هندسه، تعالى بص بقى الحبة دي اللي حطيناهم مع الزبدة عملوا ايه يا باشا؟ لسه ما عملناش حاجة اهو. معايا انت ولا فين؟ الله يبارك لك، الله يبارك لك اهو. سيبها بقى شوية. طيب تعالى بقى نعمل السلطة ونعملها واحدة واحدة. السلطة دي هعملها زي ما اتفقنا بمعلقتين مستردة، واحدة واحدة كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي واحدة وادي اتنين. ايه وظيفة المستردة يا شيف؟ وظيفة المستردة مع الليمون بتدي مزازة عالية جدا كده، ومع زيت الزيتون، هو راح فين اهو؟ زيت الزيتون بيديني تيست اعلى واعلى كده. حلو الكلام. مع كمان زيت الثوم معايا اهو، زيت الثوم، وبرده مش هتقولي لا لو اديت ربع فص ثوم، مش هيقولي لا. حلو الكلام. اللي افجر من ده ومن ده بجد بقى هو الريحان اهو. ده تتبيله بسيطه، حبه شبت، شيل الميه دي خلاص شكرا، حبه شبت وسنه ملح وبلاش افتكاسات، حبه توم باودر على بصل باودر ومتشكرين. مش عايز اخيلكم اكتر من كده. قلب كويس قوي الصوص ده وتخيلوا معايا، هتلاقي الموضوع ما فيهوش اي افتكاسه، هو موجود في البيت وبناكله عادي جدا. وعلى فكره المستردة الوحيد اللي البطرمان بنجيبه بيقعد بالثلاث سنين في الثلاجه. ليه؟ لان مش دايما بيبقى الواحد نفسه عليه زي المستردة، زي الكاتشب والمايونيز اللي انا بكرههم وانتم عارفين. ضد الكاتشب والمستردة والمايونيز، دي الدهون المتراكمه اللي تبقى صديقه الانسان لمده سنين من الجوانب، ما بتنزلش مهما رحت جيمات مصر كلها بتلاقيها يعني حاجه متعبه جدا. طيب عملنا التتبيله دي، هنبدا نديها كمان حبه زيت زيتون عشان تعلى اكتر كده، وسنة خل تفك معايا اكتر بقى، ان الطبيعي زيت الزيتون لازم يربط. حلو الكلام كده. انا تمام. تمام. هجيب الاول البصلايه اقلبها كويس عشان اخليها تبقى متلمعه كده ومتطعمه كده اهو اهو. بص منظر البصلايه يا عم شفيق، تسعودش حاجه. فلفل الالوان لو حبيت مع الزيتون ومع الخيار اللي اتفقنا عليه. ادي فلفل الالوان، ريحه السيفود دي حلوه قوي. ماشي، ادي الزيتون وادي فلفل الالوان
وتعالى تاني يا باشا كريب ستيك خليه في الاواخر، وهات لي حبه خس خليهم في الاواخر برضو، الخيار المخلل اللي هو ده اللي انا عايزه. حلو الكلام، قلب الكلام ده كله، اساسيات السلطه عملتها وتمت تمام. تعالى نغرف الطبق ده قبل ما نطلع الفاصل، اصبر عليا عشان خاطر اطلع لك طبق كده قبل النهايه ونبقى مخلصين كل حاجه قبل ما نطلع وفاصل والكلام ده كله. بسم الله. اجيب لك طبق ماشي كلام. معلش انا اسف على الدوشه. انا كده عملت ده كده اهو، اجيب الطبق الشياكه ده واجيب عندي خس كابوتشا او خس الوان، هفرده كارضيه كده ماشي الكلام. طبعا الصوص هينزل على الكلام ده كله، هيديني تيست عالي جدا. هتبل الخس بحبه شبت، حلو الكلام، وكمان سنه ملح بسيطه تذكرش عشان هاكله، لان يعني لازم كل حاجه طعم ليها طعم ماشي الكلام. وكمان 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 حبه جزر عشان برده تمام كده اهو. ركز يا شفيق معايا في الطبق ده الله يبارك لك، ركز ركز ماشي الكلام. كده انت عملت الطبق كارضيه، تجيب عندك حبه البصل الحلوين دول مع الزيتون نص التتبيله، شايف كده اهو اهو ها كده اهو ماشي الكلام يا عم شفيق. طيب ايه تاني بقى يا باشا؟ ولا حاجه غير بس انك تجيب الكراب ستيك. هو راح فين الكراب ستيك؟ وهتكون ضربته مني اهو، ما بقاش يشوف ولا ايه؟ نعمل كده نرمي متقطع كده اهو كده اهو كده. الكراب ستيك اللي هي الكابوريا المخليه زي ما اتفقنا، في منها نوعين. النوع الاول حضراتكم عارفينه اللي هو تعالى تعالى تعالى، ده النوع الاول احنا عارفينه كلنا، كراب ستيك ده اهو كابوريا المخليه، كنا بنحبها في السندوتشات البارده وبناكلها في بعض السندوتشات او في السلطات عامه ده. والنوع الثاني بيتجاب بالشكل ده برده من عند السوبر ماركت. كده انا عملت طبق السلطه ده، هعمل ايه بقى؟ اسكت ما اسكتش، ليمونه حلوه في الشياكه دهوت. بسم الله ماشي الكلام، تعمل كده قرنش الطبق بتاعك على مزاجك، مش على مزاج علاء ولا غيره. حط بس ليمون مش اكتر من كده، بس كده كفايه. لمع الطبق عشان نبقى مخلصين الطبق في الشياكه ومتشكرين. هطلع لك كمان طبق السلطه البسطه الشفيق بالمره ماشي. طلع لك عشان نريح نفسنا برضو. الله يبارك لك يا حبيبي، الله يبارك لك، شاطر، الله يبارك لك، حبك وانت جاي لي يوم اول يوم الاسبوع كده تبقى رايق لي، الله يبارك لك فيه يا ابني وخليه لك، وتشوف يا رب مخرج قد الدنيا يا ابنك بس ما يطلعش زيك. كده كده كريمه اللباني بس يا حبيبي، بس يا حبيبي كريمه اللباني تنزل هنا كده، دي بتاعت الشوربه، غلوتين متشكرين. حلو الكلام، قلب كده على بص يا شفيق المنظر، ادي شوربه السي فود اهي، احنا لسه ما غلتش اهي، وهندوقها ونشوف ناقصها ايه عشان نعملها صح. غلوه حلوه، غطي عليها كده اهوت صوص الطماطم، اللهم صل على النبي. نوسع لنفسنا كده شويه عشان نجيب طبق نحط فيه الباستا والجبنه بتاعت المكرونه اهي، نشيل الزبده دي كده، نوسع لنفسنا. ما تنساش ان في طبق عندك يا شفيق في الفرن سمك الدنيس. ليه بقول لك ما تنساش؟ عشان عارفك انت يعني بتفكرني دايما. كده 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 طبق الغويط ده، ايوه حالا 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 ما تصرفعش عليا، حالا 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 حالا. هات الباستا، مكرونه اي مكرونه بنحبها، نعملها كده بطريقه عاديه جدا مسلوقه، هي كتير شويه ولكن تكترش لحضراتكم كده اهو، انا كده تمام. وتعالى بقى نطلع الصوص، بسم الله كده اهو، بسم الله. بص يا شفيق، صوص الكابوريا مع السي فود اللي سبناه، حط ايديك عشان ما توسخش الجاكيت وتوسخ هدومك كده اهو، اللهم صل على النبي. كده اهو يا باشا، تروح رايح كده بالشكل ده كده اهو، جايب عندك حبه جبنه عشان الصوص يحلو اكتر، وكده اكون الطبق التاني خلص. هطلع فاصل صغير جدا، هسيب ده يغلي ياخد وقته، وابص على الدنيس اللي في الفرن
بعد الفاصل نواصل. اهلا بيكم مره ثانيه مع الام هنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا الحمد لله مخلصين طبق السلطه، وطلعنا في الفاصل طبق السمك الدنيس زي ما حضراتكم شايفين، التتبيله كل شيء الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى مستويه وكله باين جدا سهل حتى في الاكل والازازه على مزاجنا. الباستا زي ما احنا شفنا ابسط مما يكون، الشوربه خلصانه. عندي سؤالين متكررين وعندي سؤال مش متكرر هرد على حضراتكم قبل ما نقفل الحلقه او قبل ما اقفل الشوربه. الشاورما بنجيب حتة لحمة تكون ضعيفة في التسوية، بنقول للراجل الجزار لو تكرمت أنا عايز نص لحمة مثلا من وش الفخد أو من دبرير فيليتو، تكون حاجة لطيفة كده وليها هي تكون حمرة ما تكونش ملبسة عشان يبقى لها طعم كويس قوي. ده رقم واحد بجيبها. بجيب عندي كوباية عصير برتقان فريش لو ما متوفر، مش موجود بجيب عندي اي عصير برتقال بيديك طعم حلو، هو ده المطلوب. بتجيب بوله فاضيه، بتجيب عندك علبه زبادي، بتجيب عندك معلقه ثوم مفرومه، بتجيب عندك بهارات شاورما من عند العطار ده موجوده في كل حته، بتجيب عندك حبه ملح، حبه ثوم باودر، حبه بصل باودر، بتروقيها على مزاج حضرتك. اهم شيء العصير البرتقال مع سنه الخل مع حبه زيت زيتون كويسين يديكوا تيست كويس، وعلبه الزبادي مع الثوم مع البهارات. قلبي كويس قوي، سيبيهم شويه يقعدوا بما يعادل ساعتين ثلاثه. بعد كده بتجيبي عندك حله سخنه جدا، بتشيلي اللحمه او الفراخ لو كانت موجوده كشاورما، وبتبداي تشوحيها كويس قوي من غير الزبادي او الميه اللي موجوده فيها او العصايه. ليه؟ عشان ما تبقاش معاكي مسلوقه، لو حطي كله على بعضه هتقعد تغلي وتحس ان انت بتبقلل والموضوع داخل معاكي في حاجه ثانيه خالص غير الشاورما. بتجيب الناحيه الثانيه بصلايه تقطعها جوليان او تقطعها سلايس كده خفيفه، وبتجيب الناحيه الثانيه نفس الموضوع طماطمايه من غير بذر عشان ما يبقاش فيها ميه كتير ويبقى الموضوع مقلوب شويه طبيخ او طاجن. ده رقم 2. وبتجيب عندك فلفل الوان او فلفل اخضر حسب اللي متوفر، بتاخدوا سوتيه مع بعض مع حبه بقدونس او حبه كزبره خضراء مع بعضهم، والبقدونس ده الافضل مش الكزبره بالعكس. قلبيهم مع بعض وحط عليهم الشاورما لما تنشف من على النار، وبكده تكون عملتي طبق شاورما زي الفل، وتحطي في عيش شامي وتقمريه على يعني كده خلاص الشاورما، وممكن تمشي مع مكرونه تمشي زي ما انت عايزه. ده رقم 1. السؤال الثاني كان ايه يا شفيق؟ معلش، العرق التريبيانكو. العرق التريبيانكو انا عايز اوصف لك بكل صراحه هتعمل ايه في عرق التريبيانكو. تعالى معلش خدني على قد عقلي، اصبر عليا هطلعك هروحك، بس خلي الراجل يعرف يعمل اللي هو عايز يعمله. خلاص خلصت اكل. بص يا سيدي هقول لك على الحشو سريعا. هات نص كيلو لحمه مفرومه او ربع كيلو لحمه مفرومه، شوحه مع بصلايه مع حبه ملح حبه فلفل، وبعد كده حط له كمان فص ثوم، دلعه بحبه بسله من المسلوقين اللي احنا بنجيبهم المفرزين دول، وحبه جزر مسلوق. قلب كويس قوي الكلام ده كله، وتعالى بقى ايه عرق التريبيانكو. قلت لك من شويه عندي حل من الحلين، معلش شفيق وضح له اكتر عشان الراجل ما يتسوحش في البيت. هجيب عندي المستحد زي ما قلت لحضرتك، وهبدا هفتح من هنا وابدا احشي من هنا. ده حل طبيعي جدا مفيش اي افتكاسات. اما اللي فيه افتكاسات هو عايز صنع شويه في التقطيع او في الفتح، انت عايزه يبقى مفتوح بشكل الكتاب. ادي عرق التريبيانكو، تعالى كده هندسه بعد اذنك، معلش سامحني. ادي عرق التريبيانكو، معلش خدنا على قد عقلي وسامحني ان انا انت المفروض هتفتح عرق التريبيانكو كده بالراحه كده معايا يا شفيق، وتبدا تجيب بالشكل ده كده اهو، وتمشي واحده واحده. انا يعني انا بعمل كده على اساس ايه؟ ان انا قال ايه ده عرق تريبيانكو، وابدا اعمل كده. بس طبعا السكينه بتكون معايا كده، ركز يا شفيق اهو كده اهو كده اهو. طبعا اللي بعمله ده كله في ليمونه ملوش اي قيمه. حلو، انت فتحت كده، ده شكل الكتاب. هتجيب عندك اللحمه اللي انت حضرتك عسقتها وتحشي هنا، وتبدا تلف تاني 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 تاني، وتروح قافل كده. وجايب حضرتك عندك في البيت دباره اهي، الدباره معلش كده اهو، اوري ابسط الامور يا شيخ معلش عشان الراجل بيبقى قاعد في البيت شكله لوحده ما يقولش ايه ان مش عارف يعمل. هتعمل كده معلش
السؤال اللي هيترد بصراحة لا ما ردش خالص بقى وعمل نفسي نسيت كده يبقى انا بهزر اهو دوباره شف خدت بالك يا شفيق هتعمل كده حضرتك وهتجيب عندك العرق كده اهو هتقفل دي كده اهو وتجيب عندك دخل دي اهو كده طبعا اكيد لو حد مش فاهم انا بعمل ايه يقول لك الواد ده بتهبل ولا ايه بيربط الليمونه ولا بيعمل ايه تمام عملت كده هتبدا حاضر يا شفيق هتعمل كده ادي ايديك اهو وتبدا تعمل كده ركز اهو كده اهو وتجيب كده وتعمل كده اصبر بقى يا سيدي حاضر اهو كده 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 ومتشكرين انا كده خلاص خلصت الشوربه قوامها باين بغرف الشوربه بالشكل دوت اسهل مما يكون ودي كانت حلقتنا شوربه السي فود بالشكل دوت مع تركيبه السي فود حلقه جديده والسلام عليكم.